الخامسة أيام قرطاج كوريغرافية، موعد جديد من 10 ل 17 جوان. الدورة هذه باش تكون على رمز التواصل، التواصل بين ثقافات مختلفة. عندنا 7 بلدان، من تونس، من فرنسا، من سويسرا، من موزمبيق، من توغو، من المغرب، من لبنان، من الولايات المتحدة. التواصل بين فنون مختلفة، فن الرقص بطبيعة، زاد فن المسرح، فن السيرك، فن الموسيقى. التواصل مع الجمهور، خاصة خاطر الجمهور مهم للدورة هذه. عندنا ركح موجود كل يوم في الشارع حبيب بورقيبة مع عروض مجانية للجميع. ولأول مرة السنة خدمنا على خارج تونس في مدينة الفحص على موقع الأثري تيبو بوماجوس اللي بيستقبل كلفة سهريات من تونس ومن الخارج. مرحبا بكم في الدورة الخامسة أي مقاطع كوريغرافية من 10 ل 17 جوان.